بيتكم ملك؟ بيتكم ملك؟ بيتكم ملك؟ محمود عنده بيت ملك؟ هذا بيتنا محمود، احنا ما عندنا غير محمود. استاذ محمد احمد ناطق مشترك لاداره مدارس الحسكه. طبعا اليوم باشرنا بعمليه الاحصاء داخل مدينه الحسكه وجميع البلدات والارياف التابعه لها. يعني مدينه الحسكه المدينه جميع احيائها بشكل عام، جميع البلدات التابعه خارج حدود مدينه الحسكه، اي مدينه الحسكه واريافها بشكل عام. راح يشترك بهذه العمليه ما يقارب 700 معلم في الفرق الاحصائيه، باشروا منذ الساعه 7:30 صباحا عمليه الاحصاء، والامور قائمه على قدم وساق، والجهود كلها مبذوله من اجل اتمام العمليه الاحصاء داخل مدينه الحسكه باكمل شكل ممكن. طبعا الهدف الاساسي من هذه العمليه هي الوقوف على العدد الفعلي للساكنين داخل مدينه او القاطنين داخل مدينه الحسكه. هاي الامور بشكل اساسي من اجل القدرة على تحديد أو تأمين الاحتياجات والخدمات المطلوبة لهذه المدينة. فإذا كان هناك أعداد دقيقة وإحصائيات دقيقة لعدد الساكنين والقاطنين داخل هذه المدينة، يساعد على وضع خطط واستراتيجيات تلبي أكثر حد ممكن من احتياجات المواطنين، وبالتالي العمل على تأمين ولو لدرجة معينة حد معين من الراحة والخدمات الضرورية لحياة الأهالي والساكنين داخل مدينة الحسكة.